الحمد لله مولانا الحق وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأصدق سيدنا محمد ومن بالإيمان به وبما جاء به عن الله تحقق خصوصا آله وصحابته الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله من الخلائق أجمعين وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم انه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد فإننا في تأمل القصص الحق الذي يقصه الله علينا في كتابه العزيز انتهينا في سورة يونس إلى ذكر يونس بعد أن ختم الله تعالى قصة موسى وهارون بقوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فكان أول ذلك ما تبين للقوم أجمعين وقد ألقاه البحر إلى أجمة مرتفعة فرآه الناس وعلموا أن هذا المدعي الكذاب الذي قد مات وانتقل من الحياة لا نفع بيده ولا ضر ولا يملك من الأمر شيء ثم بعد ذلك يذكر عبر التاريخ ما عثروا عليه من تلك الـ 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 البقايا وذلك الجسد لهذا الدعي الذي ادعى ما ليس له وما يوجد في المتحف اليوم مما يذكر انه جسد رمسيس وفرعون الذي كلمه موسى وكفر بموسى واغرقه الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه فيؤمنوا بالأنبياء والمرسلين وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون وهكذا يقول الحق تعالى في ذكر يونس عليه السلام فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يشير الحق تبارك وتعالى أن عامة أهل القرى لم يؤمنوا بإرسال الرسل وكذبوا رسلهم وأنبياءهم ولم ينقادوا لأمر الحق والهداء الذي جاء وسبحان الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت واجعل لنا أنوار هداية في كل أه أه صلاة نصليها وكل صوم نصومه وكل قراءة نقرأها وكل صدقة نتصدق بها اجعلنا أنوار هداية تهدينا بها إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وزدنا منك هدى فإنك القائل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وارزقنا انتشار الإيمان في مدننا وقرانا حتى تجعل يا مولانا امام اعيننا مدنا وقرى نرى فيها اثار ما قلت ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يقول تعالى: فلولا كانت قريه امنت فان القرى التي بعث اليها الرسل لم يؤمنوا ولم يصدقوا اولا. ثانيا انهم ما هناك ايضا قريه من القرى بعد ما جاء العذاب فامنت فنفعها الايمان. لأن الله ما ينفعهم بإيمان بعد أن يأتيهم العذاب وبعد أن يشرفوا على الموت إلا قوم يونس عليه السلام فإن الله بعثه إليهم في نينوى بعثه إليهم في نينوى بالعراق فقام يدعوهم إلى الله تعالى فلم يؤمنوا به وكذبوه وأنذرهم بالعذاب وكان من عجيب ما هو موجود في تلك الفئة وذلك الزمن وأولئك القوم من القيم استيحاشهم من الكذب واستنكارهم الكذب بأكبر ما يكون حتى يجعلون جزاء من كذب أن يقتل وكان أشد شيء عليهم الكذب وأن سيدنا يونس عليه السلام لما وعدهم في تحديد اليوم وبعد ثلاثة أيام من بنزول العذاب عليهم جاء اليوم الاول والثاني ولم يؤمنوا وخرج من بينهم الرسول يخرجون من بين قومهم اذا جاء العذاب فلما خرج من بينهم اصبحوا في اليوم الثالث واقبلت ظلل من العذاب ورأوا ذلك قالوا هذا ما وعدنا يونس فألهموا ان يخرجوا ويجأروا الى الله ويقدموا الاطفال ويقدموا آه البهائم امامهم تعج وتضج وهم يضجون إن آمنا برب يونس وما جاء به عنك وصدقنا ونحن من المسلمين ويروى أنهم ذهبوا إلى عد بعض الذين آمنوا من أهل العلم فيهم ويقولون ماذا نصنع فيقولون لهم قولوا له يا حي حين لا حي يا حي محي الموتى يا حي لا إله إلا أنت وأخذوا يضجون على الله وأنهم آمنوا بما جاء به يونس فرحمهم الله فرفع العذاب عنهم ولم يحس يونس بنزول العذاب عليهم لما أن رفع وتحول إلى جبال بعيدة ما كان نازلهم من تلك الظلل وتلك الشدائد التي حلت بهم وقد دهمهم الخوف والقلق إلى أقصاه فلما تاب الله تعالى عليهم ولم يشعر يونس بشيء من ذلك فيقول يظنون أني كذبت عليهم ان كان الحق لم يعذبهم ففكر في السفر ومن عاده الانبياء ان لا يسافر احد منهم الا بامر من الله فلما خرج سيدنا يونس عليه السلام وظن ان لن يقدر عين لن يضيق الله عليه في خروجه من دون اذن في السفر فوجد سفينه فدخل مع اهلها فركب فيها واذا بها تهيج عليهم الرياح في السفينه يخافون الهلاك فيقولون بيننا من آبق فر عن سيده فعملوا القرعة فخرجت على سيدنا يونس والثانية فخرجت على يونس وثالث مرة فخرجت على خرجت على يونس قالهم أنا أبقت ربي أرسلني إلى قوم فلم يؤمنوا فسافرت من دون إذنه فألقوني في البحر حتى ينجل الباقون ورموه في البحر وإذا بالحوت المأمور من قبل الله جالس منتظر وديعته ومنتظر أمانته التي أمره الله تعالى بها أن يلتقمه فغرنفاه فاه فأدخله إلى بطنه فالتقمه الحوت كما قال الله جل جلاله فهو ذنون أي صاحب الحوت الذي نادى في الظلمات بطن الحوت وظلمة الليل وقعر البحر وذهب بالحوت ويروى أن الحوت جاء حوت أكبر منه فالتقمه ولكن ذلك لا يصح والخلاصة أن هنا حوت عظيم جعل الله في وسط بطنه مكانا لسيدنا يونس عليه السلام فدخل سيدنا يونس إلى بطن الحوت ودخل الحوت إلى أعماق البحر وجاءت ظلمة الليل فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هكذا اعتراف الأنبياء ورجوعهم إلى الرب جل جلاله وتعالى في فا فأخرجه الله من بطن الحوت بأمره بعد أن انقضت المدة التي يبقيه الحوت فيها فأمره أن يبلعه إلى الساحل فبلعه الحوت وأخرجه من بطنه بعد أن بلعه في بطنه أخرجه من بطنه وألقاه من بطنه إلى الساحل فكان عليه أثر المرض مما كان من اكتتامه ووسط بطن الحوت وأنبت الله عليه الشجرة من اليقطين التي هي الدبة يستظل بظلها ويتراجع إليه أمره قال فأرسلناه إلى مائة ألف أو أي بل يزيدون فآمنوا فرجع إلى قومه وجدهم كلهم قد آمنوا ودخلوا في الدين ولم يبقى منهم كافر فلولا كانت قرية آمنت لقوم يونس لما آمنوا عن آخرهم كلهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ورفعنا العذاب عنهم وحولناه ومتعناهم إلى حين آجالهم وإلى أن تاتي أعمارهم فمات كل واحد في أجله المؤقت له وهكذا صاروا من أهل الإيمان وانتقلوا من الكفر إلى الإيمان فكشف عنهم عذاب الخزي في الدنيا وسلموا من عذاب النار في الآخرة وفي العقبة فضرب الله بهم المثل انهم جميعا امنوا ولم يحصل ذلك لاحد من الانبياء، فان الانبياء يؤمن معهم اكثرهم القليل، واكثر قومهم لا يؤمنون، والا يونس امنوا، كلهم امنوا، وارسلناه الى مائة الف يزيدون فامنوا، فمتعناهم الى حين، قال لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا، وهذا يوقفنا على ان اقوى الاسباب لدفع البلاء في الدنيا قبل الاخره رحمة الله تعالى بقوة الإيمان واليقين وحسن الرجوع إليه جل جلاله فهو الأمر الذي نحتاج إليه ولقد قال الله تعالى للنبي في غزوة بدر التي كان في العشر الأواسط صلى الله عليه وسلم مشتغلا بها قد خرج من المدينة المنورة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وبات ليلة بدر صلى الله عليه وسلم يدعو ربه طول الليل صلى الله عليه وسلم وبل وأثناء المعركة وقال سيدنا علي قاتلت ما شاء الله أن قاتل وجيت الخيمة وابو بكر يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته التي بنيت له عريشه الذي بني له فوجدت ساجدا يقول يا حي يا قيوم فرجعت وقاتلوا ما شاء الله ونقاتل بعد ان صفهم ورتبهم لجتاري صلى الله عليه وسلم فقال جيت فقاتلت ما شاء الله فعدت اليه فوجدته في سجدته, سجدته يقول يا حي يا قيوم ثم قاتلت الثالثه وعدت فوجدته في عريشه وابو بكر يحرسه وهو في سجدته يقول يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم كانت استغاثه وتوجه وتوسل الى الله تبارك وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فما احوجنا لاستغاثه ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، ثم انه قام يدعو فسقط العريش حتى سقط الرداء، واحتمله ابو بكر رده عليه وضمه الى صدره من ورائه يقول يا رسول الله كفاك بعض مناشدتك ربك ربك ان ربك منجز لك ما وعدك، عليه رضوان الله تعالى ثم انه عليه الصلاه والسلام قام من بعد ذلك في الخيمه ويقول هذا جبريل على ثناياه النقع جاء نصر الله يا أبا بكر وخرج إلى المعركة صلى الله عليه وسلم وهو يتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة وعدها وأمر يسمعه سيدنا عمر يقول والله لقد كنت أتلو هذه الآية من سنوات ما أدري أي جمع هذا فإذا به في يوم بدر يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر وهزم الجمع وكان ما كان فقص الله علينا خبر يونس وكل طائفة منا صدقت مع الله وآمنت بكل قرية منا قامت مع الله بالإيمان والتصديق برسله لا ينصرنهم ولا يدفعن عنه عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا يدفعن عنه عنهم عذاب الآخرة اللهم ارزقنا اليقين والإيمان والتقوى والإخلاص يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجب لنا ونجنا من كل غم يا منجي المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين وبوجهه نبيك الذي قال افضل الدعاء دعاء اخو يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نسالك يا من لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين ان تلطف بنا والمؤمنين وتفرق كروبنا وتنجنا من كل غم في الدنيا والاخره يا رب الدنيا والاخره يا رب العالمين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين